ليش حبك لأمين نقص ما صرتوا زي أول؟ بالعكس إحنا أحسن من أول، تدرون ليش؟ قبل كنا أنا بس معنا ومعه بس، وشي حلو إن كنا أنا وياه 24 ساعة مع بعض وكل مكان مع بعض وما أدري شنو. بعدين لما صار عندنا مسؤولية خلود صغيرة، صار اهتمامنا شوي بخلود الصغيرة، صار هو ويا بنته، صار يحبني أكثر من بنته، عرفت؟ صار يحب خلود صغيرة أكثر مني، عرفت؟ عشان كذي الحين يسمعني. كان زين أقدر أسوي له منشن هني. بعدين صار عندنا اليهال، صرنا نهتم باليهال، زادت مسؤوليتنا، صرنا نكبر، صار عندنا مشاريع، هو يهتم مشروعه أنا أهتم مشروعي، ندعم بعض. بالعكس إحنا الحين في أحسن حالنا، بالعكس أحسن من قبل. قبل يمكن ما كان، يعني ما كان في بس كبلز أنا وأمين. الحين لا، الحين صار عندنا الحمد لله عيالنا، عندنا مشاريعنا، شلون كبرنا. بالعكس الواحد لما يتابعنا من البداية راح يعرف شلون إحنا كبرنا، تسلسل حياتنا. وبس هذه حياتنا الطبيعية الصجية، يعني هذا إحنا. يعني شفت شلون تقولين في تغيير؟ إيه، لأن فعلا تغيرت حياتنا، صار عندنا مسؤوليات، صار عندنا اهتمامات، صار عندنا شغل وايد. وبس